طلب مني الإشراف على تنفيذ ترميم مدرسة أبين المحدثة من قبل المجلس، حيث منظمة حسدسان استهدفت مدرسة أبين المحدثة للترميم، ولكن الترميم ما كان بالشكل المطلوب. تواصلنا معهم أكثر من مرة إنه الترميم ما هو مضبوط، فيقولوا يعني فيعتذروا إنه ملتزمين بأمورهم وبنودهم، فنحاول نحط الأمور على نصابها، فما كانوا يستجيبوا معنا، فكان الموضوع سيء جدا وما أدى الغرض المطلوب منه. لذلك نحن وقفنا وقفة احتجاجية ضد هالموضوع، ونتمنى من المنظمات جميعا وخصوصا منظمة إحسان يكون الأمر بشكل جدي أكثر وأفضل من هيك. وقفنا اليوم وقفة احتجاجية احتجاجا على سوء عملية الترميم اللي قامت فيها منظمة الإحسان. الغاية من وقفتنا اليوم طبعا إعادة حق المدرسة في الترميم، ونطلب من منظمة الإحسان انه تتابع اعمالها بشكل افضل. ونحن عندنا المجلس المحلي يعني بإبين يحتج على سوء عملية الترميم، ويطالب مديرية التربية الحرة بحلب والمجمع بمتابعة الامر. والله يبارك فيكم ويحفظكم، ودمتم زخرا لهذا الوطن.